اهلا يا سكر، اهلا فيكم على فيديو اليوم. اليوم رح احضر معكم اطيب واسرع والذ طبخه ممكن تعملوها بكل سهوله قبل الاذان هيك بساعه، ما بتحتاج وقت ابدا، خصوصا بالظروف هلا انه نحن باخر رمضان وبلشنا تجهيزات العيد ومعمول العيد وكل هدول التحضيرات اللي بياخدوا كتير وقت معنا، فبدنا هيك شي سريع ولطيف. فاول شي رح اعمله هو اني رح اقطع البطاطا بالحركه السحريه. تدا قطعنا البطاطا، طبعا رح اعمل معكم صينيه البطاطا بالدجاج وكتير طيبه وتتبيلتها بتشهي بتخليها تطلع عن جد اطيب ما يكون. فاول شي قطعت البطاطا بهالشكل على شكل حلقات او دوائر، حطهم افردهم بالصينيه وبعدين كمان رح احط فوقهم الدجاج، بس طبعا بعد شو بعد ما اكون عملت التتبيله واللي هي عباره عن اول شي بدي احطه هو معلقه دبس فليفله، بإمكانكم تحطوا حد أو حلو حسب الرغبة. تاني شي رح حطه هو هيك شوية خل، وكمان رح حط لهم البهارات. تشكيلة البهارات هاي بترجع لإلك على المزاج، من بابريكا، كاري، شغلات اللي انتو بتحبوها، فلفل أسود، ملح، ممكن بودرة الثوم، يعني هدول الأشياء. أنا دايما بحط القرفة والهيل بأي طبخة فيها لحمة أو دجاج، فبحط هيك شوية صغيرة من القرفة والهيل مع هدول الخلطة اللي حكيت لكم إياهم، وبعدين بحط لهم أكيد هيك حوالي ربع كاسة زيت، بخلطهم كتير منيح مع بعض، وبعدين هيك بغمس الدجاج فيهم أو الدبوس اليوم رح استخدم، بغمسه كتير منيح فيهم، وكمان بحط شوية على البطاطا، وبعدين بدخلهم على الفرن. لما بدي ادخلهم على الفرن فالبطاطا بتاخد وقت كتير منيح معنا، والدجاج كمان خصوصا اني ماني سالقته بالاول فبده وقت كتير منيح، يعني بدنا ساعة ماكسيموم. فقبل بساعة من الاذان بدخلهم، يعني تقريبا هلا عم يأذن عنا على 8 الا لا عم يأذن على 8:05، فتقريبا على الساعة شي 7 بدخلهم على الفرن وبحطهم أول شي من تحت وبعدين بحطهم من فوق، بتكون حرارة الفرن يعني منيحة عالية، ما أنا وسط ولا أنا واطية، لا عالية، وبعدين بتركهم هيك يستووا ويتأمروا ويتحمروا على 100 مهلهم. مثل ما شفتوا هون آخر شي عم حط التوم، حطيت حوالي 3 حبات توم وبهرسون كتير منيح، بحط التوم فريش، في ناس بتحطوا بودرة حسب الرغبة يعني بيرجع لكم، وكمان حطيت ربع كاسة زيت، وبالآخر حطيت البابريكا. البابريكا بتعطيه لون هيك بالآخر كتير حلو. صبايا إذا كنتوا أول مرة عم تشوفوني فبتمنى من كل قلبي إنه تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الإشعارات الجرس على الكل وتحطوا لي لايك للفيديو، يعني هيك فضلا وليس أمرا، وبتمنى هيك الفيديوهات اللي جاية تعجبكم أكتر وأكتر. إن شاء الله بعد رمضان مباشرة رح انتقل على بيت جديد، رح بلش هيك معكم بالديكور وبالتحضيرات والتجهيزات وهدول الشغلات، فبتمنى إذا ما كنتم مشتركين شو ناطرين اشتركوا بالقناة خير. وهلأ رح نبدأ بالحكاية. في أحد الأيام شكت طفلة لوالدها ما تعانيه من مشقات الحياة، أخبرته أنها تعيش حياة تعيسة ولا تعلم كيف تتجاوز كل المصاعب التي تواجهها، فما أن تتغلب على مشكلة حتى تفاجئها الحياة بمشكلة أكبر وأقصى. كان والدها طاهيا بارعا، ما رد عليها ولا حكى شيء، بدلا من ذلك طلب منها مرافقته إلى المطبخ، وهناك أحضر 3 أوعية ملأها بالماء ووضعها على النار، وبمجرد أن بدأت بالغليان وضع حبات من البطاطا في الوعاء الأول، حبات من البيض في الوعاء الثاني، وحفنة من حبيبات القهوة في الوعاء الثالث، وتركها تغلي دون أن يقول شيئا. أصابت الطفلة الملل وبدأ صبرها ينفد، وراحت تتساءل عما يفعله والدها، وبعد 20 دقيقة بالضبط أطفأ الأب الطيب النار وأخرج البطاطا والبيض والقهوة ووضع كل منها في وعاء زجاجي شفاف. التفت بعدها نحو ابنته وقال: ماذا ترين؟ بطاطا، بيض، قهوة، هكذا أجابت مستغربة. ألقي نظرة أدق، قال الأب، والمسي حبات البطاطا. وكذلك فعلت الطفلة، فلاحظت أنها أصبحت طرية، ثم طلب منها أن تكسر حبة البيض، فلاحظت أنها قد أصبحت أقسى. أخيرا طلب منها ارتشاف القهوة، فلاحظت أنها لذيذة، ورسمت على محياها ابتسامة خفيفة. أبي، ماذا يعني كل هذا؟ سألت الصغيرة في عجب،
وهنا شرح الأب قائلا: كل من البطاطا والبيض والقهوة واجهت نفس الظروف، الماء المغلي الساخن، لكن كل منها أظهرت ردة فعل مختلفة، فالبطاطا التي كانت تبدو قاسية قوية أصبحت طرية ضعيفة، والبيضة ذات القشرة الهشة تحول السائل فيها إلى صلب، أما القهوة فكانت فريدة، لقد غيرت لون الماء ونكهته وأدت إلى خلق شيء جديد تماما. صمت الأب قليلا ثم واصل: ماذا عنك أنت؟ عندما تواجهك ظروف الحياة الصعبة كيف تستجيبين لها؟ هل تبدين ردة فعل كالبطاطا، كالبيض أم كالقهوة؟ هلأ العبرة المستفادة من هالقصة أنه تحدث في الحياة من حولنا الكثير من الأمور، وتواجهنا الكثير من الصعاب والأحداث المؤلمة، لكن لا يهم منها شيئا. يعني الظروف والأحداث اللي عم بتصير حوالينا ما بتهم، بقدر ما اللي عن جد مهم هو كيف نختار ردة فعلنا على هذه الصعاب. هل تحطمنا وتجعلنا ضعفاء مثل البطاطا، أم أنها تحولنا إلى أشخاص قصات من الداخل كما هو الحال مع البيض، أم أننا نتعلم منها ونستغلها في تغيير العالم من حولنا وخلق شيء إيجابي جديد. يعني ليش ما نغير الشيء اللي حوالينا ونحوله لشيء عن جد جديد وأحلى؟ فكروا بالقصة منيح وخلوها دائما ببالكم إذا واجهتوا أي نوع من أنواع الظروف الصعبة، وفكروا بالحل الأنسب والطريقة الأصح لتواجهوا فيها ظروف الحياة. ومع نهاية القصة، هي هي النتيجة النهائية لطبختنا اليوم. طبعا بتشهي ريحتها بتجنن، وكتير طيب، بنصحكم انه تجربوها بهالتتبيلة، واكيد رح تعجبكم خصوصي اذا كنتم مستعجلين. وكمان هيك بكون وصلت معكم لنهاية فيديو اليوم. كنت معكم انا بيان، ما تنسوني من دعوة حلوة، وإليكم المثل يا رب. مع السلامة.